47 دقيقة رجعنا لكم في سبور ماغ مواصلين معاكم حتى الثمانية متاع الليل وقيت باش نحكيو على الصفقات والانتقالات بالنسبة اليوم في الميركاتو الصيفي الحالي في فقرة ميركاتو. ميركاتو نبدأ من الأولمبي البيجي والثنائي محمد العبسي وريان الدربالي على بعد خطوة اللي هي فقط الإمضاء الرسمي تقريبا للانضمام لنادي رياض الصفاقسي. حسب ما صدرنا فإنه قيمة الصفقة قد تبلغ 600,000 دينار. صفقة باش تحل مشاكل الأولمبي البيجي وباش يدعموا صفوف CSS. محمد يظهر لي ريان الدربالي محمد العبسي اليوم من أبرز اللاعبين الموسم الفارط الأولمبي البيجي تقريبا على بعد ساعات أو حتى يمكن دقائق من الإمضاء مع نادي رياض الصفاقسي. كيفاش تشوف الزوز فقط هذوم؟ شوف بالنسبة لزوز اللاعبين اللي كان معايا في فترة اللي كنت أنا موجود في بيجا كان معنا ريان دربالي, وريان دربالي عنده مدة بصراحة قاعد يعطي في أداء منتظم ونجم يكون, وكان جوكير معنا في الفترة اللي كنا موجودين مع الأولمبي البيجي. كان لعب ظهير يمين, لعب مدافع, لعبناه في الوسط, معناها كان جوكير في الفريق. أداء منتظم ريان, وين تحطه يلعب, المكان اللي تحطه فيه يملاه ما شاء الله عليه, عنده إمكانيات بدنية باهية, عنده كاريزما, وليد نقولوا نحن راكز في المركز متاعه. بالنسبة لمحمد العبسي وليد صغير إمكانيات كبيرة, نقولوا نحن صانع لعب, يعرف يلعب كورة, مراوغ, وليد صغير 2004 محمد العبسي. بصراحة محمد العبسي عمل موسم باهي الموسم الفارط. الثاني قلت لك ريان الدربالي عنده مواسم قاعد يعطي في مردود ممتاز. انا نتصور اليوم ريان, خاصة ريان الدربالي, وقت انه يخرج من الاولمبي البيجي باش نشوفه ريان الدربالي. محمد العبسي مازال صغير, مواليد 2004, ورى امكانيات كبيره الموسم الفارط. كما قلت انت تو هما معناها سويعات ونعرفوا تفاصيل الصفقه نتاعهم. الاكثريه ماشيين ان شاء الله ربي يوجههم, وان شاء الله نشوفوا معناها اللاعبين يأكدوا الشيء اللي شفناه في الأولمبي البيجي في الفريق متاعهم الجديد إن شاء الله. بالضبط, في انتظار الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية لنادي رياض الصفاقسي. نتعديوا الاتحاد بنقردين, الاتحاد اللي غازي عبد الرزاق رسميا سيواصل التجربة, وأيضا غيث اليافرني ينتقل إلى اتحاد بنقردين في نحكيه على إعارة لمدة موسم. غيث اليافرني نذكر اللي تسمع فينا الكل أنه نهار 24 جويلية الفارط قبل أقل من شهر من توا كان جدد عقده مع نادي الإفريقي حتى جوان 2026. الناس الكل وقتها قالت أن تجديد العقد لمنحه فرصة مع نادي الإفريقي, لكن تجديد العقد يبدو أنه كان لمغادرة اليفرني في شكل إعارة لمدة موسم باش يرجع على الموسم القادم ويكون عنده مازال عنده عام في الكونترانت. بالنسبة لليفرني بصراحة نعود نرجع لتالي شوية, اليفرني كان من بين وبرز إمكانياته وقت اللي سلفته النادي الإفريقي معرش فين موسم للاتحاد بنقردين, وأثبت جدارته وكان عمل موسم استثنائي. هذاك علاش عاود رجع للنادي الإفريقي. أحسن خيار خذاه اليفرني وأنه رجع للاتحاد بنقردين. بصراحة تقعد في النادي الإفريقي ما هوش بش يلعب, ما هوش بش ياخذ فرصة. أحسن خيار خذاه اليفرني أنه رجع لاتحاد بنقردين, وكيف كيف اتحاد بنقردين أحسن اختيار عمله في أنه خذاه حارس اللي متعود باتحاد بنقردين وعدى موسم ممتاز, يعتبر انتداب ممتاز للاتحاد بنقردين في المركز حراسة المرمى. بالنسبة لغازي عبد الرزاق, غازي عبد الرزاق قيمة ثابتة. غازي عبد الرزاق الموسم الفارط كان من أعمدة اتحاد بنقردين. أحسن شيء قامت به اتحاد بنقردين أن اليوم استحفظت على ركيزة من ركائز متاحة. غازي معناها ما شاء الله خبرة وقاعد يعطي ولعب في برشا مراكز, لعب كظهير ولعب في موسم الفارط لعب كمدافع, وكان مردوده ممتاز جدا. أحسن حاجة عملها اللاعب وأحسن حاجة عملها اتحاد بنقردين هو بقاء عليه واستحفاظ على ركيزة من ركائز اتحاد بنقردين الموسم الفارط. بالضبط, اتحاد بنقردين اللي ما عملش برشا حس محمد في الفترة الفارطة خاصة في الميركاتو, يبدو انه مانيش عارف الاسباب السلبية ام ايجابية, لكن فمش برشا حس في اتحاد بنقردين. وبعد لحظات باش يكون معنا الكاتب العام للاتحاد ياسين عبيد. فقط خليك تعليق صغير ثم نمشيو لياسين عبيد. اتحاد بنقردين كيما النوادي الكل كلهم عندنا فما المشاكل المادية, ولكن رغم هذا الكل ما سمعناش برشا حس كما قلت على اتحاد بنقردين. قاعدين يخدموا اهالي بنقردين والتفوا على الفريق نتاعهم,
قاعدين يخدموا في صمت، حتى لو فما اختلافات وفما الاختلاف موجود ديما، ما فماش حس، ما سمعنا حتى شيء، الناس تخدم جهتها والناس تخدم في الفريق نتاعها. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله الخدمه تتكلل بنجاح. بالضبط. نمشيو في المباشر للكاتب العام لاتحاد بن قردان ياسين عبيد، ناخذ من عنده اخر الاخبار في الاتحاد. واحنا ديما في البرنامج نحاولوا كل مره ناخذ فريق من الرابطه الاولى باش ناخذوا اخر الاخبار. كنا حكينا ياسين مرحبا بك ساعه اول حاجه، كنا نحكيو على غازي عبد الرزاق وغيث اليفرني، كنت اكد لنا ساعه المعلومه. تحيه ليك اخويا هاني وكافه المستمعين ومستمعات راديو ديوان فهم، تحيه ليك. بون بالنسبه للحقيقه معناتها ثم تصحيح، موش غيث اليفرني، انا هناك اتفاق يعني حاصل ان شاء الله بقدر ربي مع نور الدين الفرحاتي. نعتذر ونعتذر المستمعين على الخطا هذايا. تعرف انه اللاعبين الزوز موجودين مع نادي الافريقي بعد معز حسن، فربما تم الخلط والكل، ويعطيك الصحه انك وضحت لنا. نور الدين الفرحاتي محمد، مش غيث اليفرني، هما اثنين لعبوا في الزوز، لعبوا في اتحاد بن قردان، هكا اثنين جو اعاره من نادي الافريقي. بالضبط هكا ولا اكيد اكيد هذوما زوز معناتها حراس لعبوا فينا، حب نحييهم برشا يعني في الفتره الاخيره يعني كان في اتصالات مع الحارس نور الدين فرحاتي، نعتبروه يعني حقيقه مع تمكينيات ثانيه. معناها نفهم من كلامك انكم حبيتوا على واحد من زوز حراس، لكن في الاخير تم الاستقرار على نور الدين فرحاتي. اكيد احنا ديما شوف مدرسه يعني الحقيقه معني التجارب السابقه بينت انه الحراس نتاع النادي الافريقي الحقيقه عندهم امكانيات ثانيه محترمه، نجموا يعاونوا اي فريق يعني في الفترات المختلفه الاولى، مي في الاخير يعني الشواء انه نور الدين فرحاتي ان شاء الله باش يكون معنا. دونك الحقيقه اخويا يعني هاني كما كنت نسمع فيكم بصفه يعني رسميه انه اتحاد بن قردان في الفتره هذه امضى 3 عقود بصفه رسميه. محمد الحبيبي يكن يعني الظهير الايمن، كيف يعني مدافع ايمن بن محمود، واكيد المتوسط الميدان خميس المعواني، هذوما بصفه رسميه يعني امضاء عقود مع اتفاق حاصل شبه نهائي يعني لانه الدين فرحات ان شاء الله يعني غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله بكره بيكون موجود مع المجموعه. بالضبط كان عاودوا الاسماء لجماهير اتحاد بن قردان، ياسين نور الدين الفرحاتي، محمد الحبيبي ياكل، خميس المعواني متوسط الميدان، والمدافع ايمن بن محمود. وتقريبا الصفه المشتركه في الرباعي هذين وعندهم خبره كبيره في الرابطه المحترفه الاولى. أكيد ملعبيه يعني بكاليتي، عندهم خبرة، أكيد الطرف الفني خير إنه هذه البروفيل نتاع اللاعبيه اللي نجموا يمشوا مع اتحاد الجدان، كيف يعني مع مواصلة التجربة مع قائدنا ديما نسمي فيه يعني اللاعب غازي عبد الرزاقي، هو يستلم في ياسر يعني غاب يعني الموسم الفارق يعني عدى موسم محترم جدا يعني الحقيقة كانت معناتها الاتصالات سلسة، وخير إنه اللاعب يعني وصل التجربة مع فريق اتحاد الجدان. قال كما قلت لك اخويا هاني المبكر يعني حتى في اللوك، دونك ان شاء الله هذه الميركاتو يعني مازال متواصل، دونك ما نعرفوش الحقيقه يعني تاريخ انطلاق البطوله وقتاش بالضبط. احنا في اتحاد بن قردان قاعدين يعني نحضروا بصفه عاديه، جينا مقابله وديه مع محيط قرق يوم الاحد، كيف عندنا مقابله وديه يوم الاربعاء ان شاء الله مع مستقبل جابس في جابس، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا بالذات يعني اللي باش تحددها الجامعه التونسيه في موعد رجوع البطولة، باش نخيروا انه يمكن باش نعملوا ستاج يعني تربص في احدى المدن ان شاء الله، مع اكيد عديد الانتدابات القادمه ان شاء الله اللي تعرف انت هذه السوق، دونك ديما عديد الاسماء، تخيل انه المفاوضات تكون في بعض الاحيان سلسه، في بعض الاحيان تكون سلسه شوي، مي ان شاء الله بقدر ربي الحاجه ديما نعاود نقول فيها انه جميل اتحاد بن قردان ان شاء الله الهيئه المديره والهيئه التسييريه الجديده قاعده تشتغل على ملف الانتدابات بدرجه كبيره ياسر يعني. يعطيك الصحة، شكرا لك ياسين عبيد الكاتب العام لاتحاد بن قردان على كل التفاصيل هذه. نذكر 4 انتدابات لاتحاد بن قردان: نور الدين الفرحاتي، خميس المعواني، محمد الحبيب يكن، وأيمن محمود. تعليق على الربيع هذايا محمد، منهم لاعبين يظهر لي تدربتهم. اي بالنسبه للحراس راهم هما اثنين حبوا على زوز الحراس هذيا، هذاك علاش احنا ما غلطناش معناها راهو في عمليه الحراس، لكن حبوا على واحد من الحراس هذوما. ومسج خلينا نوضح للمستمعين محمد، هو انا كنت في اتصال حتى مع ياسين عبيد وحتى من مصادر اخرى من النادي الافريقي والكل، يقول لك انه في الايامات الاخيره فما تركيز على غيث اليفرني، لكن يبدو انه في اللحظات الاخيره تم التغيير لنور الدين الفرحاتي، وهاو فهمنا من ياسين عبيد
جديد نعاود يقول انه كانت المفاوضات مع اداره النادي الافريقي على واحد من الثنائي هذوما، لكن تم الاستقرار في نهايه الامر على نور الدين الفرحاتي وليس غيث اليافي. بالنسبه للانتدابات، الانتدابات قائمه بصراحه، تحكي على حارس قيمه ثابته، تحكي على محمد حبيب يكن ذا دربته في مستقبل سليمان، معناها ظهير يمين عصري ممتاز جدا، ايمن بن محمود هذوما تو يكن وخميس المعواني وايمن بن محمود، القاسم المشاركه نتاعهم لعبوا ثلاثه لاعبين هذوما لعبوا في مستقبل سليمان، مستقبل سليمان القاسم المشاركه نتاعهم، يكن لاعب ممتاز جدا ظهير يمين عصري ممتاز جدا، خميس المعواني لاعب وسط ميدان زاد ممتاز جدا رقم ستة ممتاز، ايمن بن محمود مدافع زاد لعب وعنده امكانيات كبيره برشا. بصراحه الاربعه الانتدابات اللي قام بها الاتحاد بن قردان اربع انتدابات قيمه باذن الله باش تفيد بالمجموعه اللي موجوده في اتحاد بن قردان، باش تفيد في المستقبل وفي البطوله نتاعنا اتحاد بن قردان، انتدابات قيمه بصراحه. يعطيك الصحة محمد، شكرا ليك. قبل الختام نذكر 10 سنين وغرامنا يتكلم على البيضة والكحلة، نتكلم سي اس اس موبيل تحتفل بعيد ميلادها 10 وتحفلها بالكادوات باش تدخل في القرعة وتكون من الرابحين، خذ بيوس سي اس اس موبيل وشارجي بدينار أو أكثر واربح مريول الجمعية وإلا أبونمون تشجع به الغالية. 10 سنين ونحن 44 نذكر لعبة غير ملزمة للشراء صالحة إلى غاية 13 سبتمبر 2024. دونك باش نحكيو على السي اس اس كما قلت ذا السي اس اس موبيل، محمد لازمني نشكرك برشا، شكرا ليك خويا، يعطيك الصحة على الحضور. يعطيك الصحة وشكرا ليك انت خويا ومرحبا بيك في كل وقت، وشكرا للمشاهدين مستمعين دي وانا فان. يعطيك الصحة نورتنا محمد، شكرا ليك نادي، يعطيك الصحة ايضا، شكرا على الاخر وجدان، شكرا ليك، ميرسي بوكو. كان معاكم هاني ابراهيمي، موعدنا غدوة في نفس التوقيت من 7 ل 8 في سبور ماج على دي وانا فان. And